نعمل مع بعض كفتة سريعة وحلوة قوي. تعالوا نشوف ما قدرنا ايه. اول حاجة انا عندي 500 جرام لحمة مفرومة، عندي حبة بصل كبيرة مفرومة، نص كوباية بقدونس مفروم، نص كوباية كزبرة خضراء مفرومة، نص كوباية نعناع مفروم، 2 فص ثوم مفروم، معلقة كمون، معلقة كزبرة ناشفة، معلقة بابريكا، نص معلقة قرفة، بضاية، ملح، فلفل، رشة زيت زيتون، وعندي فحمة عشان هنولعها في الآخر وحواريكم هنعمل فيها إيه. طيب تعالوا الأول نخلط الكفتة مع بعض ونصبعها. هجيب بولة وحط فيها البصل وكل الخضار بتاعي، خلي اللحمة دلوقتي والبهارات كلها، هحط كمان طبعا ملح وفلفل، معلقة زيت زيتون واحدة، هحط البضاية، وهضرب بقى كل ده كويس قوي، وهزود عليه الكفتة اللحمة المفرومة. نزل اللحمة المفرومة، طبعا زي ما قلت لكم انا بعد ما اخلص الكفته هدخلها في صينيه الفرن، هتقعد تقريبا 10 دقائق ربع ساعه بالكثير تاخد لون، وهطلعها هكون موضبه الفحمه مولعاها، وحطيتها هحطها جوه الفويل اللي انا موضباه ده بالزبده. هوريكم ازاي هنعملها دلوقتي الكفته، هوريكم كده سيخ نعمله مع بعض. طبعا عشان وقت البرنامج انا كنت عامله شويه ومدخلاهم الفرن، هنطلعهم مع بعض دلوقتي. تعالوا بس الاول نعمل مع بعض واحده. انا مش عايزه اتخنها قوي عشان هتخش الفرن فتره قصيره، وزي ما قلت لكم لما تطلع هنعملها مع بعض دلوقتي بالفحمه. تعالوا نطلع الكفته اللي انا حطيتها في الفرن مع بعض. كفتة استوت، عايزين احط عليها الفحمة زي ما قلت لكم، هنزل الفويل اللي فيه الزبدة وهجيب الفحمة المولعة، هنزل الفحمة المولعة فوق الزبدة وبسرعة هقفل علشان ريحة الباربيكيو او ريحة الشوي تطلع الكفتة، وبعدين تعالوا بقى نغرفها مع بعض. طبعا مش قادرة اقول لكم ريحتها عاملة ازاي. نزل الكفتة في طبق التقديم،